مزيج من الموسيقى الكلاسيكية والجاز والبوب للاحتفال بعيد الميلاد، هذا ما قام به عازف الكمان الأمريكي جوشوا بيل في ألبومه الجديد. بعدما حقق ألبومه At Home With Friends أو في المنزل مع الأصدقاء أكبر نسبة مبيعات في العالم وفوزه بجائزة غرامي، نجح العازف مرة أخرى في جمع زملائه في ألبوم عن موضوع العطلة. أعتقد أننا يمكن أن نطلق عليه ألبوم عيد الميلاد لأن معظم المؤلفات تدور حول أعياد الميلاد، ولكن هناك أيضا العطل. أنا ترعرعت في أسرة تحتفل بهانوكا وعيد الميلاد معا. هناك بعض الأشياء اليهودية وبعض الكوميديا، في الواقع هما معا. ألبوم هدايا موسيقية من جوشوا بيل والأصدقاء جمعت ألمع نجوم كاريني فليمينغ وبلاسيدو دومينيغو وغلوريا ستيفان. من المفترض أن يكون عن المتعة والاحتفال والاستمتاع بالأغاني والموسيقى التي نعرفها، ولكن بطريقة جديدة. بيل سينطلق في جولة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من يناير حتى أبريل من العام الجديد.